نروح لأبطالنا ومنتخباتنا المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، واللي خلاص بيعدوا الأيام على انطلاق المنافسات ودخلوا في المرحلة الأخيرة من الاستعدادات، واللي الحقيقة بتشهد عدد من المعسكرات الخارجية ما شفناهاش قبل كده. يعني أنا حتى مع الأخبار اللي بنعرضها كل يوم ببقى مبسوطة قوي قوي من فكرة انه مش عارفة رفع الاثقال فين وتنس الطاولة فين وكلهم برا مصر، والفولي فين والهاندبول فين والجودو فين. يعني انا حقيقي مبسوطة بكم الامكانيات اللي بتتوفر لابطالنا المتأهلين وبطلاتنا طبعا المتأهلين لأولمبياد باريس 2024، سواء على مستوى المنتخبات الجماعية او الالعاب الفردية. الحقيقة حاجة محترمة جدا جدا، ويا رب يكون ده شيء إيجابي بينعكس على نتائج ولادنا في الأولمبياد، وده بيعكس المكانة اللي أصبحت فيها الرياضة المصرية، وإن فعلا الرياضة المصرية أصبحت على أولويات أو على رأس أولويات الدولة المصرية، وإنها كمان أمن قومي، أمن قومي. فأنا مبسوطة جدا بالموضوع ده، ومبسوطة بالتأهيل والاهتمام والمعسكرات اللي بتتوفر لولادنا. وده لو خدت بالك هتلاقي ان انت اكبر بعثة عربية، انا معرفش احنا اكبر بعثة افريقية ولا لا، يعني الشباب معايا واكبر بعثة افريقية، يعني احنا اكبر بعثة عربية وافريقية، ودي حاجة محترمة جدا بعدد مهول. يعني انت مقارنة بباقي الدول بتلاقي اللي طالع من عنده 20 30 10 15. يعني في الاخبار اللي انا عرضتها مع حضراتكم الحلقات اللي فاتت، يعني لما بنتكلم عن التأهيل، الحقيقة احنا اكبر بعثة مصرية بالنسبة لنا على مر التاريخ، واكبر بعثة عربية وافريقية لأولمبياد باريس 2024، ودي مش اول مرة بالمناسبة يعني، ومش بفرق قليل، لا ده احنا 100 وحاجة، احنا 100 حاجة و40، يعني مش عارفة احنا ولا 100 وكام يا شباب، 149، احنا 100 حاجة و40، 149. ف يعني انت ما شاء الله بفرق واسع. فبتمنى ان شاء الله ان ده ينعكس على يعني كل التوفير من معسكرات داخلية وخارجية واهتمام وتذليل عقبات ومن قبليها في الثلاث سنين اللي فاتوا استضافة بطولات، وده كان فرق معانا، لأنك لما بتستضيف بطولة بتساعدك على التأهيل أو بتجمع من خلالها نقاط أو ما شابه، يعني على حسب طريقة التأهل من كل لعبة، ده بيديك أولوية، بيديك أسبقية، أنت بتبقى صاحب الأرض ومعك جمهورك وحاجات شبه كده. فاستضافة البطولات دي فرقت معانا، البنية التحتية اللي ساعدتنا إن احنا نستضيف بطولات فرقت معانا، كل المعوقات اللي بتتذلل للرياضة المصرية فارقة معانا بشكل كبير جدا جدا، ان احنا النهاردة نبقى بعدد البعثة اللي طالع ده، وان يبقى الفرق بينك وبين غيرك من دول عربية وافريقية ما شاء الله محترم وكبير كده. فده شيء مهم جدا. شفنا منتخب اليد خاض معسكر قوي جدا في كرواتيا وسلوفينيا، بيستعد حاليا للسفر الى سلوفينيا للدخول في المعسكر الاخير قبل السفر لباريس. كمان منتخب الكره الطائره واللي خاض معسكر في اليابان وبعده شارك في بطوله التحدي في الصين وحصد المركز الثالث، وده قبل ما يرجع القاهره ويسافر مره ثانيه لخوض معسكره الاخير في بولندا. ده غير منتخب الكرة الأولمبي اللي سافر امبارح لمدينة باردو الفرنسية عشان يدخل في معسكر مغلق هناك. هيخوض خلال المعسكر ده بقى مباراتين وديتين مع أوكرانيا والعراق يومي 14 و17 يوليو، بعدها هيسافر لمدينة نانات الفرنسية استعدادا لأداء أولى مبارياته الرسمية في الأولمبياد ضد منتخب جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو. ده بالنسبة للألعاب الجماعية. تعال بقى للألعاب الفردية، فزي ما بيقولوا كده يعني العمل أصبح على قدم وساق، ودخلت كل المنتخبات في معسكرات مغلقة، أغلبها الحقيقة معسكرات خارجية، وده زي ما قلت بيعكس الاهتمام الكبير للدولة المصرية بالرياضة والأبطال الرياضيين. منتخب المصارعة الرومانية شارك في بطولة الجائزة الكبرى بإسبانيا وكان عنده معسكر مغلق هناك، ومنتخب المصارعة الحرة والنسائية هيعمل معسكره الأخير في روسيا
وكمان منتخب التايكوندو بيخوض معسكره الأخير في كوريا الجنوبية، منتخب الملاكمة خاض معسكره في أوزبكستان. السلاح بيشارك بأكبر عدد من اللاعبين بعد ما تأهل ب 16 لاعب ولاعبة للأولمبياد. رفع الأثقال صاحب التاريخ الكبير في الدورات الأولمبية واللي احنا بنعتمد عليه بشكل كبير في ميداليتين، يعني في ميداليتين كده انت بتقول رفع الأثقال، عنده معسكر مغلق في فرنسا ابتداء من يوم 16 يوليو الجاري، وده هيكون لحد انطلاق المنافسات في الأولمبياد. نادرا نادرا كنت اما تشوف ان عندك منتخبات خاصة في الألعاب الفردية، يعني انا ممكن شفت اليد بيطلع مثلا معسكرات خارجية وداخلية والكلام ده من زمان، يعني من بداية الألفينات كنت بشوف الموضوع ده بصراحة، يمكن قل شوية يمكن مش عارفة ايه، فانت بتشوف ده شوية، لكن نادرا لما كنت تشوف في الألعاب الفردية ان يبقى في كل الألعاب بره مصر، معسكرات بره مصر وفي دول أوروبية، مش يعني معظمها في دول أوروبية، فيعني حاجة مهمة جدا جدا جدا.